ضيفنا أو مشاركنا التالي جاءنا من أم الدنيا من مصر كي يسمعنا رسالته إلى من هم في الحكم. إنه أحمد جمال. أحمد تفضل وأسمعنا. أول خطوة لحل أي مشكلة إنك تعترف بوجود مشكلة. من فترة كانت مصر بتفرح، الإعلاميين والسياسيين والحكوميين كانوا بيستدعوا الفرحة للمواطن بالمشروعات القومية الأخيرة. مشروعات قومية عالمية هتحل أزماتنا كلنا. في مكان تاني في العالم كان في ناس تانية برضو بتفرح بس بأرقام. الشركة المنتجة للعبة فيديو جيم اسمها جي تي اي قالت انها حققت ارباح 2 مليار دولار في اخر شهرين بس، حاجة فعلا تفرح. على الطرف الثاني موقع الكتروني اسمه علي بابا اعلن ان هو الشهر اللي فات قصر حاجز ال 14 مليار دولار كصفقات بيع في يوم واحد بس. لو افترضنا مثلا ان الموقع ده ارباحه 1% من المنتجات اللي بيبيعها، ده معناه ان ارباحه وصلت 140 مليون دولار في اليوم. كل الارقام دي رجعتني لمشاريعنا اللي عايز افتخر بيها واصدرها انا كمان للعالم كله. بعد شويه مجهود بسيط اكتشفت ان ارباح قناه السويس في السنه اللي فاتت كان في حدود تقريبا ال 4 مليار دولار. وهنا سالت نفسي ازاي مشروع قومي باهميه وتاريخ قناه السويس اللي دايما بيصدره لي في المشهد ان هو المخلص الوحيد للازمه اللي احنا فيها مش قادر حتى انه ينافس موقع الكتروني. موقع عليه ضرائب، بيخضع لقوانين، وفي بعض الاوقات بيطبق عليه عقوبات. موقع ما عندوش 7000 سنه حضاره. موقع ما عندوش تسلم الايادي ولا عنده حتى اصابع خارجيه. عارفين لو في دولة بكرة قررت إنها تقاطعنا مش هتلاقي منتج تقاطعه. هو إحنا أصلاً بننتج إيه؟ قولي لمن في الحكم. الكلام عن مؤامرات كونية على دولة لا تنتج شيء أصلاً ده عبث وجودي. أنت أصلاً مش موجود. التمجيد دايماً في الماضي بدون أي كلام عن المستقبل وتخطيط ودراسة وشفافية ده عبث حضاري. تصدير المشهد دايما لمشروعات قومية كأنها هي المخلص للأزمات الحالية وهي حتى مش قادرة تنافس لعبة فيديو جيم ده العبث في حد ذاته. دايما بفكر لو في نيزك بكرة وجه ومسحنا من على الخريطة مين هيفتقدنا؟ ما أظنش إن حد ممكن يفتقدنا. كان ممكن يفتقدونا زمان وقت ما كنا بنقف مع الحق، وقت ما كنا بنصدر للعالم كله الإعلاميين وأعظم الفنانين والأدبيين والعلماء. كانوا هيفتقدونا وقت ما كنا بندعم أوروبا وكنا بنقدم الدعم الاقتصادي والمادي لأمريكا، وقت ما كنا بنهتم بجيراننا فلسطين. أول خطوة لحل أي مشكلة إنك تعترف بوجود المشكلة. قولي لمن في الحكم أنتم المشكلة. شكرا. إذن شكرا لك أحمد جمال من مصر أم الدنيا.